والآن مع أسئلة الحفاظ ومع المحدث المدرس بالحرم المكي الشيخ يحيى بن عبد العزيز اليحيى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرف بنفسك أيها الحافظ. اسمي جهاد ابن متعب ابن عيسى المالكي. جهاد ابن متعب ابن متعب نعم المالكي نعم نعم. جهاد نعم. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حديث من؟ أنس بن مالك. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. إن الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث من؟ أنس بن مالك. إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، أبي هريرة. أكمل. إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فصرف وجهي عن النار، فلا يزال يدعو الله فيقول أن لك إن أعطيت كذلك تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أنس بن مالك. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أبي هريرة. أو لكلكم ثوبان. أبي هريرة، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ أبي ذر. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، حديث من؟ أبي سعيد. عند من؟ عند مسلم. إنما الصيام جنة، حديث من؟ أبي هريرة. عند الشيخين. من أراد الحج فليتعجل، حديث من؟ حديث أبي هريرة. عند أبي داود. عند من؟ أبي داود. السيد الله. حديث عبد الله بن الشخير. من صححه؟ رجاله ثقات وقد صححه غير واحد، واشتباه النسائي وجوده محمد. كل خطبة ليس فيها تشهد. أبي هريرة. عند أبي داود. باب ما جاء في خطبة الحاجة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج الوحي، حديث من؟ كان يجد من التنزيل شدة، حديث من؟ كان ابن عباس. ابن عباس. رقم كم؟ هذا الحديث الثالث بعد 500,000 في جنبنا الصحيح المجلد الرابع. طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. عبد الله بن جعفر. عند الشيخين. من صلى البردين دخل الجنة؟ أبي موسى. الذي بعده؟ أبي ذر. اللي بعده؟ أبي هريرة. اللي بعده؟ أنس. اللي بعده؟ أنس. عن رافع بن خليد عن عائشة عن أبي أمامة عن جرير عن أبي هريرة عن ابن عمر، وفي حديث أبي المليح عن علي عن ابن عباس عن ابن عمر عن عبد العزيز بن رفيع. إن حق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج، حديث من؟ عقبة بن عامر. الذي بعده؟ عائشة. اللي بعده؟ أنس. الذي بعده؟ ابن عمر. الذي بعده؟ مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، حديث من؟ أبي هريرة. عند الشيخين. اللي بعده؟ اللي بعده حذيفة. ألحق الفرائض بأهلها؟ ابن عباس. عند الشيخين. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؟ أسامة. عند الشيخين. إن الزمان قد استدار كهيئته يوما خلق الله السماوات والأرض. أكمل. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زمان قد استدار كآياته يوم خلق الله السماوات والأرض سنة 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضار الذي بين جمادى وشعبان، أي شهركم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه باسم غير اسمه. قال أليس الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلدكم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال
أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال أيومكم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فليبلغ الشاهد الغائب. أحسنت.